المسلمون يتساءلون، الأحد والاثنين، الثالثة عصرا، على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية السياسة. ليها أكثر من وجه، والفن بيقدم كل الوجوه، لكن الاقتصاد مؤشراته وأرقامه ما بتكذب. هننفرد بأبرز المستجدات على الساحة الاقتصادية، وهنقتحم أهم المشكلات الاقتصادية، وهنفتح أهم الملفات تعقيدا من أكثر من زاوية. تغطيتنا الاقتصادية عبارة عن تقارير وحوارات ومؤشرات وانفرادات عن أبرز المستجدات الاقتصادية، مش بالكلام. مش بالكلام مع منال السعيد، الخميس 7 مساء على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية من أول ما بدأ كان هو برنامج المواطن. عارفين إنه برنامج في الأول والآخر بيهتم جدا بصوت الناس. البرنامج اللي دايما بيتعرض فيه همومك عشان نحاول إن احنا نحل مشاكلكم. هيبقى معانا طبعا فقرة الترند، فقرة مهمة جدا. الفقرة اللي بنشوف فيها صوت الناس في أونلاين، صوت الناس على الإنترنت. طالبين إنشاء نقابة مهنية للفلاحين. إزاي نقدر نزود الرقعة الزراعية اللي موجودة؟ ننتقل مع حضراتكم لملف آخر، وهو المفروض إن هو انفراد لبرنامج صوت الناس. دلوقتي الوضع اتغير. متى سنعلن مصر خالية تماماً من العشوائية؟ غير آمنة إن شاء الله 2018. من حقي معانيش وأنا نازل من البيت عادي. مصر جبهة الإرهاب على يد هؤلاء الأبطال. دول أبطال، أبطال بجد، والناس دي تستحق التكريم فعلاً. في أبعاد ممكن تكون غايبة عن ناس كتير. نقف كده نقطة ونتكلم. الاحتياطي النقدي اللي ارتفع ل 37 مليار دولار. البورصة كسبت 1400%. في إدارة رشيدة وحكيمة الحمد لله موجودة دلوقتي. لو الشخص ما عندوش الفكرة، الصندوق بيديلك الفكرة. أي مشروع حتى لو محل صغير تجاري، كل الأنشطة بالموالة. لازم نبتدي نقوم اقتصاديا. لا يمكن نطلع من المعادلة العامل المصري. صناعة الدواء كاستراتيجية، الحاجة اللي احنا بنفتخر بيها كصناعة وطنية. صوت الناس يعني مصر، مصر الجميلة، الروح الجديدة اللي موجودة في مصر. مصر بتتطور. زين كورينا تشغل زي الزعبة تعجي. مصر المستقبل، والمستقبل الأفضل دايما هيبدأ من صوت الناس. صوت الناس، الأربعاء والخميس 4 عصرا على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية من لحظة السكينة والليل الطويل لزحمة المدينة والنهار الجميل، سمعنا أصوات كثيرة من أجمل ضحكة لأصعب دمعة. طارق علام، أعلى مكان في مصر. قرار واحد بتعنر وجه مرضاة الله. ست بتسوق توك توك ده مترو. اللي كلمني على اساس ان انا ولد جوزها حب يتجوز عليه، ما كانش ينفع ان هو كان يعاكسني يتجوز بنت. سلفوا مع بعض هنا، قال لي هنقتل اخوك مش هتخش البيت. اهو طارق. اه يا حبيبي الله يبارك. سنان ده انا اصبر عنك. هو ده عشان مساري حرنك. بحبك يا مصر ام الدنيا. الواحد هنا اكنه في الحلم. محتاجين ناخد حبوب سعاده من هنا. ايه في القعده الحلوه دي فوق التمساح؟ بس انا حاطه قفص على دماغي. ده اللي طلعت بيه من تايلاند. من امام جبل نور، غار حراء. ودي المكان ده منتج، يبقى مثل وقدوه لكل المصانع المصريه. انت فرحانه قوي. هو ده مع طارق علام، الأربعاء 11
11 مساء على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية علشان جمالك يهمنا. دايما عندنا الجديد اللي بنقدمه. الشعر من أهم الحاجات اللي بتفرق معنا في شكلنا، وتاج المرأة شعرها. فترة الحمل دي بتبقى فترة صعبة جدا على الشعر. في فيلر للشعراية، الصلع الوراثي ليه عليك. من أول جلسة بتلاقي تساقط وقف تماما. كل نوع من أنواع البشرات المختلفة بيبقى ليها مشاكلها. تقشير حاجة علاجية بيور. فعلا لازم نعرف مقاييس جمال الوش. بمرور الوقت الفعل الجاذبية بيبقى مربع. بدل ما تروحي تعملي عملية شد، انت بتجينا نعمل لك جلسة بالبلازما جيت، وفي نفس الجلسة انت بتشوفي نتيجة العملية. السمنة طبعا موجودة في كل بيت مصري للأسف، بتسبب مشكلة نفسية عنيفة. العلاج علاج أسباب مش علاج أعراض. برنامج جمالك مش بس جمالك للست، جمالك كمان يا أيها الرجل. جمالك مع رانيا حمودة من السبت إلى الأربعاء 6:30 مساء على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية للإعلان على قناة المحور الفضائية. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا. في فقرتنا النهاردة في 90 دقيقة هنناقش موافقة البرلمان على وضع تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب. هنعرف السبب الرئيسي في ظهور هذه التعديلات وليه التوقيت ده. كمان هنعرف آليات تنفيذ هذا القانون. هل التعديلات دي مرتبطة بالأفكار والإشاعات الإرهابية اللي بتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة؟ وأسباب اختلاف العقوبات في هذه التعديلات الجديدة. هنناقش الموضوع ده مع ضيوفي، النائب الأستاذ خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. المستشار الأستاذ مؤمن العقيلي المحامي بالنقد والدستورية العليا، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. ومعايا أيضا أستاذ عبد الجواد أبو كاب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. ابتدي مع سياده النائب الاستاذ خالد حنفي. عايزين نعرف اللي موجود دلوقتي ايه، والتعديلات اللي المفروض هيضيفها البرلمان على قانون مكافحه الارهاب الجديده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي موجود دلوقتي طبعا في قانون صدر سنه 2015، قانون رقم 94 لسنه 2015 الخاص بمكافحه الارهاب. هذا القانون أدخلت عليه بعض التعديلات، منها تعديل أدخل في عام 2017، وهذا هو التعديل الثاني اللي بيجريه مجلس النواب على هذا القانون. بيعدل حاجتين الحقيقة. النقطة الأولى بيعدل المادة 28 بفقراتها الثلاثة الأولى، لأن هي المادة مكونة من 4 فقرات. أول 3 فقرات في هذه المادة بيعدل، بيجري تعديلات على هذه المادة بتشديد العقوبات الواردة فيها، ويعني التوسع في تحديد شكل الجريمة الإرهابية من خلال الإعداد أو الترويج لأفكار إرهابية أو لجريمة إرهابية أو ما إلى ذلك. النقطة الثانية هي تشديد العقوبات بشكل عام في قانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، بحيث أنه زود أو رفع سقف العقوبات لتصل إلى السجن المشدد والسجن لمدة 15 سنة إذا كانت العقوبة كانت 7 سنين أو 10 سنين، أو السجن 5 سنوات إذا كانت العقوبة السجن 5 سنين 3 سنين آسف، وهكذا. ففي تجديد في العقوبات بشكل عام في قانون 94 لسنة 2015. طيب المشروع دلوقتي فين؟ ده مجرد مشروع، خلينا بس نوضح للسادة المشاهدين. أيوة. إن ده مجرد مشروع كانت بتناقشه اللجنة التشريعية والدستورية في اجتماعها اللي عقد يوم الاثنين 25
مارس 2019 وده كان ضمن مشروع بتعديل ثلاث قوانين مع بعض مقدم من الحكومة. المشروع الأولاني كان بتعديل قانون المنشآت السياحية، والثاني كان خاص بتعديل قانون المرور، والثالث خاص بتعديل قانون مكافحة الإرهاب. الثلاث مشروعات مرتبطة ببعض من حيث الهدف الخاص بها، وهو مكافحة العمليات الإرهابية أو الإجراءات اللي بتتم قبل ارتكاب العملية الإرهابية. يعني قانون المنشآت السياحية بيعالج فكرة اختباء بعض العناصر الإرهابية داخل الفنادق وتأخر إبلاغ الفنادق أو إخطار الفنادق للجهات المعنية عن أسماء النزلاء الموجودين داخل الفندق، فالقانون بيتصدى لهذه المسألة وبيحدد مدد للإخطار عشان لو في عنصر إرهابي يتم تتبعه أو يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده إذا كان العنصر ده معروف للجهات المعنية. فيما يخص القانون المرور، القانون بيتكلم عن أو المشروع طب يعني بالأحرى بيتكلم عن ضرورة تركيب أجهزة تتبع في السيارات الدفع الرباعي أو السيارات اللي أدوات الحركة فيها بتعتمد على كافة زي ما بيقولوا كافة العجلات أو كافة الإطارات، بحيث أن هذه السيارات بتبقى ليها القدرة على الدخول في المناطق الصحراوية وفي الرمال وما إلى ذلك من أدوات. ومن المعروف أن في عمليات إرهابية عديدة استخدمت فيها هذه النوعية من السيارات، مما جعل المشرع يتدخل لحماية المواطنين وحماية الأمن القومي المصري من خلال ضرورة وجود هذه الأجهزة داخل السيارات ووضع عقوبات في حالة إتلافها أو عدم تركيبها وما إلى ذلك من أمور تشريعية لها علاقة بهذه المسألة. نرجع لقانون بقى الإرهاب، ده كله بعد إذن حضرتك ده كله مازال مشروع، المشروع لسه بنوقش في اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد كده بيحال إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بيقرر تحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة، وفي الجلسة العامة بتبقى فيه مجموعة من الآراء والإجراءات بيتوافق عليه من حيث المبدأ، وبعدين بيتناقش مادة وبعدين بيتوافق عليه في مجموعه، وبعدين بيتوافق عليه بشكل نهائي، وبعدين بما انه القانون فيه عقوبات بيحتاج هنا أغلبية خاصة اللي هي التلتين طبقا للدستور، وبعد كده بيذهب للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وحينئذ بمجرد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية يبقى قانون ساري. إذن اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده مجرد مشروع قانون لسه فيه قابل للتعديل وقابل للرأي والرأي الآخر. طيب أنا بس عايزة أعرف استفسار من حضرتك، وهو مصطلح مكافحة الإرهاب هيتضمن إيه؟ زي مثلا وقعت طالبة الأزهر اللي عملوا قصص وروايات على السوشيال ميديا يعني غلطوا الحقيقة، فده نوع برضو هيبقى من مكافحة الإرهاب. دي حضرتك طبعا القانون نفسه في مواده بيتضمن أشكال الجريمة المختلفة، لأنه جريمة الإرهاب هي أو الجرائم الإرهابية مرتبطة بأمور كثيرة جدا، منها استخدام أسلحة، منها استعمال القوة، منها الترويج لأفكار تحرض على العنف، منها التآمر أو الاشتراك مع جهات دولية محظورة في إتمام عمليات تستهدف قتل الأبرياء والمواطنين داخل الأراضي المصرية. كل دي يعني كل أشكال الجريمة كل أشكال الجريمة اللي بتؤدي في النهاية إلى عمل إرهابي، ومعروف أنه عمل بيرتكب بشكل فيه عنف بيتم الإعداد ليه بشكل معين، والقانون محدد هذه الأدوات وهذه الآليات وبيعتبر من قبيل العمل الإرهابي. تمام. أروح المستشار مؤمن العقيلي، حضرتك قولي العقوبات اللي موجودة دلوقتي والعقوبات اللي هيتم تغليظها وتجديدها. المقترحة المقترحة لسه، وهل هي كافية لردع ومكافحة الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو سيادة النائب تفضل دلوقتي وشرح كيفية صدور القانون بصفة عامة، مش قانون الإرهاب بس. مظبوط. والمراحل اللي بيمر بيها صدور أي قانون حتى يظهر الأمر. والعلم برضو عشان المواطن يبقى عارف أن القانون أي قانون ما بيطبقش إلا من تاريخ نشره، يعني لما بينشر هذا القانون طالما بالذات في القوانين الجنائية بعد إذن حضرتك القوانين الجنائية لا يجوز طبقا لنص المادة 223 من الدستور لا يجوز أن أنا أطبق نص جنائي بأثر رجعي. بالضبط كده. فمن تاريخ نشر القانون بيتم تطبيق هذا القانون. قانون مكافحة الإرهاب لو 94 لسنة 2015 وصدر في 2015 بمواده ل 54 بما يناسب المرحلة اللي بتمر بها الدولة. إحنا بلدنا بعد ثورتين كبار، وإحنا مصر دلوقتي معروف أنها بتحارب الإرهاب
والإرهاب نيابة عن العالم كله في عمليات إرهابية كتير، وبالتالي كان لابد من صدور هذا القانون في هذا المرحلة. نعم. المرحلة اللي احنا فيها دي تتطلب صدور بعض التشريعات والقوانين من ضمنها قانون مكافحة الإرهاب. أيوة. قانون مكافحة الإرهاب في الوضع الحالي هو مطلوب لهذه المرحلة عشان احنا كلنا شايفين الظروف اللي بتمر بها الدولة والمنطقة بصفة عامة، فكان يجب صدور قانون لتجريم العمل الإرهابي الإجرامي اللي بيروع المواطنين او بيكون بجانب عنف من المواطنين وترويع الناس وتخويف الناس، والعمل الإرهابي معروف زي ما سيادة النائب تفضل وعرفه ان هو العمل اللي ممكن يقوم به اي حد عن طريق ترويع وتخويف الناس واحداث العنف وارتكاب جريمة في إرهابية. ده العمل الإرهابي. بالنسبة بقى للتعديلات المقترحة في قانون مكافحة الإرهاب، هو المادة 28 في قانون مكافحة الإرهاب معروف إن كان فيها بتتكلم عن ترويج الأفكار المتطرفة الإرهابية والدعوة لها، وأفردت هذه المادة عقوبات لترويج هذه الأفكار الإرهابية، وهي كانت 5 سنوات، المقترح أن تكون العقوبة 10 سنوات في المادة 21 فقرتها 1 و2 و3، وتصل العقوبة إلى 15 سنة على حسب نوع الجريمة. إن كان في ظرف مشدد. بالضبط، الظرف المشدد هو أن العملية الإرهابية أو الدعوة أو ترويج الفكر المتطرف الإرهابي. أيوة. كان داخل دور عبادة زي مسجد أو كنيسة. مزبوط. أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. أيوة. أو داخل مؤسسة من مؤسسات الدولة. لو تم ترويج الفكر الإرهابي بالشكل ده، ده يعتبر ده ظرف مشدد، تصل العقوبة إلى 15 سنة. ده لسه مقترح ولسه لم يبت في هذا القانون، هو معروض حاليا على البرلمان، ونشوف لسه البرلمان هيقول كلمته فيه إن كان هيصدر هذا القانون وبالتالي يتم العمل به ولا لا. ولكن في الوقت الحالي. أيوة. اللي بيطبق هو قانون الإرهاب بمواده 94 لسنة 2015 اللي هي عقوبته إيه يا فندم؟ ما العقوبات 10 سنين و15 سنة لو في ظرف مشدد. 10 سنين سجن مشدد، وتصل إلى 15 سنة لو فيها ظرف زي ظرف اللي هو التحريض أو ترويج الأفكار الإرهابية المتطرفة داخل دور العبادة زي ما قلت لحضرتك. بالظبط. بس يعني حضرتك رأيك إيه؟ مش إحنا فعلا محتاجين لده دلوقتي؟ بص اقول لحضرتك حاجه، احنا لسه الامور اتغيرت. وفي صعوبه شويه، فاحنا محتاجين لسرعه هذه التعديلات. احنا لسه بنقول ان بعد الثورتين الكبار 30 يونيو وقبلها 25 يناير، المجتمع المصري تغير، والمتغيرات دي اصبحت محتاجه لبعض من التشريعات، وثوره التشريعات زي ما بتسمى واطلق ان احنا محتاجين ثوره التشريعات تتناسب مع المرحله اللي بيمر بيها الوطن دلوقتي. مرحله بناء. ففي قوانين كتير ظهرت ما بعد ثوره 30 يونيو، خصوصا بعد ما كان في برلمان، من ضمنها قانون مكافحه الارهاب. هو مطلوب في هذه المرحله، ربما في مرحله مستقبليه ما يكونش مطلوب هذا القانون وغيره من القوانين. فطبعا القانون اللي بيحكم المتغيرات اللي بتحصل في المجتمع بتحكم مدى ظهور هذا القانون من عدمه. قانون مكافحه الارهاب مناسب للمرحله اللي احنا فيها، احنا شايفين ما يجرى في الدوله، وشايفين العمليات الارهابيه، وشايفين، ويمكن القانون ده كمان اتكلم في كل ما يتعلق بالعمل الاجرامي الارهابي، سواء نشره او التحريض عليه او ترويج الشائعات او الكلام ده كله، بيعتبروها من الاعتداء كمان على مؤسسات الدوله من الاعمال الارهابيه. فشمل هذا القانون كل الاعمال اللي ممكن تندرج تحت ما يسمى عمل ارهابي، وجرم العقوبات. ويمكن في التعديلات المقترحه دي هتكون العقوبات مشدده عن كده كمان، زي ما قلت لحضرتك تصل ل 15 سنه ان كان هناك ظرف مشدد ليها. تمام. استاذ عبد الجواد ابو كب، يعني كخبره حضرتك رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، يعني وخبرة حضرتك برضو لتغطية البرلمان على مدار السنوات السابقة، احنا فعلا محتاجين لهذه التعديلات الدستورية في هذا الوقت، في هذا الوقت خاصة بعد الأحداث اللي بتحصل، ويمكن كل أسبوع بيطلع لنا حدث بتختلف فيه شكل مكافحة الإرهاب، يعني شكل الجريمة بيبقى مختلف، شكل الجريمة نفسه بيبقى مختلف. فإحنا على اختلاف شكل الجريمة إحنا محتاجين لهذه التعديلات، مرة عمل إرهابي مباشر، مرة إشاعات زي اللي حصلت في طالبة جامعة الأزهر وغيره وغيره. هل إحنا محتاجين لهذه التعديلات الدستورية في هذا الوقت؟ طيب احنا هنبتدي بس من القصه بتاعت طالبه الازهر في اسيوط، يعني القصه المفبركه انجاز التعبير، لكن القصه لها ابعاد اكتر من كده. يعني اذا احنا بصينا لما حدث في اسيوط، الامر يتجاوز فكره ان هناك شائعه نتعاطى معها او يتعاطى معها بعض الطلاب. الامر كان ممنهجا وفي غايه الدقه. وانا في تقديري انه ده
نموذج عملي لما يمكن أن يفعله الإرهاب عندما يستخدم الإعلام بشكل صريح وواضح. لما نشوف القصة كيف بدأت، احنا بنتكلم على قصة لطالبة وهمية حدش يعرفها، ثم مظاهرات على الأرض، ثم يعني ده حتى تعامل. الصورة اللي اتنشرت صورة واحدة تانية خالص. ما هي الفكرة انه ما فيش طالبة. أيوه. تمام. لكن لما نشوف تعاطي مثلا قناة الجزيرة مع الأمر، بدءا من تسخين الطلبة، بدءا من العطف على قصة ما هو التسع قنوات الإرهابية، المنظومة كلها، المنظومة اللي هم تسع قنوات. أيوه. إضافة إلى السوشيال ميديا والكتائب الإعلام الإلكتروني اللي بتنطلق من خمس دول، للأسف منهم يعني دولتين في الوطن العربي. فالفكرة هنا أنه ده كان منظم، أن تنطلق هذه الشائعة، أنه يبقى في مظاهرات على الأرض، أن هم يبتدوا يبثوا مواد فيلمية إيهاما منهم أن الطالبات يتعرضن إلى ضغوط من رئيس الجامعة، وأن الأزهر يتدخل للسيطرة على الأمر، وأنه الأمر بالفعل حدث، وأنه أسرة الطالبة تم اختطافها، وأنه الطلبة اللي شهدوا على القصة تم اختطافهم. القصة كانت ممنهجة وكان فيها تعلية كبيرة جدا. أيوة. وأنا وأنه بيتم إخفاء الحقيقة عن المواطن. صحيح. وعايز أقول كمان أنه ده علشان كده هنلاقي أن من تدخل هو الدولة بكامل أطيافها، سواء كانت الحكومة أو حتى وسائل الإعلام أو المواطنين نفسهم اللي هم يعني خلينا أقول القريبون من الحدث، الزملاء في أسيوط، الإعلاميين، اللي سارع كل واحد فيهم واعتبر أن هذه القصة هي معركة صغيرة موجهة إلى قلب الوطن، وتعامل مع القصة بداء. وكنا بنشوف السوشيال ميديا في الحقيقة يعني فكرة الحرب على السوشيال ميديا من قبل المواطنين المصريين اللي خايفين على البلد وعارفين خطورة هذه القصة وخطورة أن تنتقل، وإحنا بنتكلم على طلبة جامعة وبنتكلم على تقاليد في الصعيد وفي غيرها، لكن هذا الأمر كان عملا إرهابيا بامتيازه تمت مواجهته. لكن لما نيجي نتكلم على التعديلات المتعلقة بقانون الإرهاب في الحياة وتغليظ العقوبات، لازم نبص على الصورة بشكل أشمل. أنا في تقديري أن الغرض ليس خطورة ما يحدث في الداخل، لكن لو بصينا على المنطقة، احنا بنتكلم على منطقة الشام مثلا على سبيل المثال، نحن نتحدث عن تغيير منهجي فيما يتعلق بتواجد داعش على الأرض جغرافيا. أين ستذهب داعش؟ احنا عندنا مساحات بيجري تأمينها في الجانب السوري، مساحات بيجري تأمينها في العراق، في تسلل غريب جرى عبر السنوات الماضية لداعش، تفرقت في البلاد بشكل كبير جدا. احنا عندنا الحدود من الجانب الغربي ليست آمنة، عندنا احداث ليبيا ما زالت غير مستقرة، عندنا اضطرابات في مناطق عديدة من الدول المجاورة، والارهاب ما بقاش فكرة انه عندي حاجز جغرافي فانا ما بروحش، لا، هو بيروح وبيغير اشكاله وبيستهدف بشكل كبير جدا. وشفنا مثلا فكرة الألعاب الإلكترونية التي تحولت إلى واقع على الأرض في نيوزيلندا واستهدفت. حضرتك شايف إزاي نقدر نسيطر على أهم وسيلة هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ لأنه حتى القنوات اللي بتبث أفكار إرهابية ما بتعتمدش على الشاشة، بتعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي. هي منظومة متكاملة. طب إحنا إزاي هنقدر نسيطر على ده؟ يعني رقم واحد هي فكرة وعي المواطن. يعني اللي رد في قصة الطالبة بتاعت أسيوط في الحقيقة كان رواد السوشيال ميديا، رموز السوشيال ميديا، خليني أقول الذين هم في جانب الوطن. يعني السوشيال ميديا أو التكنولوجيا عموما إذا كان ليها جانب سيء فهي ليها جانب جيد. طبعا. هي فكرة كيف نستخدم الجانب الجيد. أنا في تقدير أن احنا مقصرين كثيرا في هذا الجانب، لأنه إذا احنا بنتكلم على شيطانة السوشيال ميديا فأنا بتكلم كمان على أن ليها أثار إيجابية. يعني احنا ردنا كان في الحقيقة على السوشيال ميديا كان أكثر من رائع، استخدمنا التكنولوجيا، احنا بنتطور في هذا الأمر. هناك مثلا على سبيل المثال تقنين لأوضاع احنا كان عندنا أزمة كبيرة جدا أنه المواقع الإلكترونية مثلا على سبيل المثال لم يكن لها تشريع، بقى في تشريع دلوقتي، بقى في قانون جديد لنقابة الصحفيين هيدخل إلى البرلمان في الأشهر القادمة أو نأمل ذلك علشان يضبط برضو الأمور. بنتكلم على ضبط للفضاء الإلكتروني، بنتكلم على الأمن السبراني، ويمكن في الحقيقة مجلس الوزراء مشكورا يعني عمل أكثر من فعالية متعلقة بالأمن السبراني، لأنه مش القصة كمان فقط أنه كلمتين بيكتبوا على السوشيال ميديا، لا، احنا بنتكلم على أمن المعلومات، وبنتكلم على أمن المواطن وأمن المعلومات الشخصية، وفكرة أنه يخترق المواطن. لأن أنا إذا اخترقت أو إذا تعرضت بالأذى لإرهاب مثلا
10 مليون مواطن. يعني حتى فكرة الإرهاب الإلكتروني أصبح سائدا دلوقتي وبتتكلم في الدول. يعني يمكن شفنا المشكلة التي حدثت مؤخرا العطل اللي كان في فيسبوك. ده نوع من الحرب الإلكترونية ما بين دولة وأخرى شركة وأخرى. ففكرة التكنولوجيا يمكن احنا عندنا ميزة في هذا الجانب أننا لدينا رجل في سدة الحكم يؤمن جيدا بفكرة التكنولوجيا وفكرة أن يتحول هذا الوطن من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصنع ليها. وابتدينا في هذا الطريق. صحيح ان احنا عندنا تأخرنا سنين طويلة جدا لكن ابتدينا ده. هل احنا في التأمين الالكتروني شغالين كدولة وكحكومة بشكل كويس؟ شغالين بشكل. هل بنواجه الارهاب الالكتروني؟ بنواجه الارهاب الالكتروني لكن ده اثره بيتعاظم يوما بعد اخر. ومن هنا بتيجي فكرة تشديد العقوبة لانه اذا انا ما شددتش العقوبة واذا لم يعني افطن الى المناطق الجديدة التي يدلف منها الارهاب الى داخل الوطن هيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا في قادم الايام. فانا في تقديري انه اذا احنا تعاطينا بشكل كبير مع كل ما هو مروج لافكار, وانا بتكلم على ترويج الافكار, بتكلم على لانه لما نشوف الحادث بتاع نيوزيلندا ما هو ترويج فكرة, ده لعبة وبتتحول الى واقع. فانا بتكلم على العاب كتيرة جدا مثلا لو شفناها وده نوع من انواع الارهاب هنلاقي انها بتؤدي زي لعبة مثلا الحوت. اي ده شكل عروسة مومو الجديدة دي كل شوية شكل جديد. هي دي الحرب الارهابية الخطيرة واللي لازم نبقى شايفينها ومن خلال الوعي بتاعنا ومن خلال القوانين والتشريعات نتصدى ليها. هل حضرتك شايف ان احنا لازم يبقى عندنا مركز رئيسي لرصد هذه الشائعات والرد عليها؟ عندنا فندم هو في مجلس الوزراء طبعا قايم بالواجب, بس هل لازم يبقى في حاجة أخرى تساعده؟ في يعني أصل كل الأجهزة الكبيرة الحساسة في الدولة لديها مراصدها. أيوة. لكن الشكل الحكومي هو المرصد الخاص بمجلس الوزراء. وفي الحقيقة الزملاء بيبذلوا جهد كبير جدا في هذا الجانب والمركز الإعلامي بتاع مجلس الوزراء. وبنشوف حتى هم في التعاطي مع القصة بيطلعوا انفوجراف, بيطلعوا فيديو, بيطلعوا رد سريع جدا على الشائعات. والتعاطي مع الشائعة بيكون في توقيت حدوثها. علشان كده هنلاقي انه فكرة المعلومة الحاضرة بتجهد كثير جدا من الشائعات اللي شفناها في الفترات الماضية. وخاصة لما نيجي نجمع هذه الشائعات ناس كانت بتقعد تقول الكلام اللي بيقوله الرئيس السيسي فيما يتعلق بالشائعات ده كلام يعني مبالغ فيه. لكن لما نشوف حجم الشائعات اللي الناس بتتداولها دونما سند ونشوف خطورة انتشارها زي القصة بتاعت أسيوط مثلا نموذجا, وأنا بضرب بأسيوط ليه؟ لأنه وارد في العاصمة أن تكون هناك ترويج كبير جدا لشائعة ما. لكن لما أتكلم على المجتمعات المحافظة اللي المعلومة فيها لا تمر بسهولة فأنا بتكلم على منطقة خطيرة جدا وأعرف إزاي أنا مستهدف. وإحنا بنستهدف هنلاقي شائعة عن العيش النهاردة, هنلاقي شائعة عن وفاة معرفش مين, هنلاقي يعني الأستاذ عادل إمام مثلا موتوه 10 مرات والراجل موجود. وفي ترويج لهذه القصة بوسائل الإعلام, هنلاقي إن في ضبط كمان لهذه القصة. ولو إحنا رجعنا كام سنة 6 سنين مثلا أو 5 سنين هنلاقي أن ما ينشر عن شبه جزيرة سيناء العمليات اللي بتحصل هناك كان يحدث بشكل ممنهج عكسي. كان بيبقى كل القصة ماشية في إطار غير صحيح وغير دقيق. لما الدولة تعاطت مع هذا الأمر, لما بقت المعلومة حاضرة وبنشوف في الحقيقة لأنه قصة أخطر من أنه ينشر خبر داخل هذا الوطن. احنا بنشوف في وسائل إعلام أجنبية رغم أن احنا بنديلها المعلومة صادقة وصحيحة لكنها بتنشر عكسها وبتتعمد أنها تعمل ده. والبي بي سي نموذجا مثلا على سبيل المثال, احنا بنشوف هناك آلية ممنهجة في عملية النشر الكاذب لأخبار كاذبة, رغم أن الستايل بوك بتاع البي بي سي بيحضر ده وبيقول ان ده غير مهني. ولما نشوف النسخة الانجليزية من البي بي سي هنلاقيها ماشية بالمسطرة مع كل ما هو في صالح المملكة المتحدة. لما بيبقى في عندهم حادث ارهابي احنا بنلاقي خبر صغير ومفيش كلمة مكتوبة الا من جهات التحقيق او من اجهزة الامن. لكن لما يبقى الخبر مصري احنا بنشوف هناك تزايد كبير جدا في نشر معلومات مجهلة, اخبار كاذبة, فيديوهات مفبركة, وكل ده في الحقيقة موجود وموجود بالمستندات. وده يقول حجم الاستهداف لانه محدش عايز مصر تبقى كويسة ومحدش عايزها تبقى استقرار مستقرة ولا هدوء. صحيح. وهنلاقي فكرة التقارب الامريكي مثلا مع رموز جماعة الاخوان وكل الذين يتحركون ضد الوطن هنلاقيه كبير جدا الفترة اللي فاتت. وكل ما مصر تبقى عاملة
فرق على الأرض سواء برئاستها الاتحاد الأفريقي بتحركها في ألمانيا مثلا مؤتمر ميونخ للأمن في التواجد مع الصين فكرة الشراكات المعمولة مع الجنوب الجنوب مع الجنوب هنلاقي أن الضربة بتزيد الإرهاب بيستوحش أيا كان شكله لأنه لا نتخيل أبدا أن داعش ده هما مجموعة قعدوا مع بعض مثلا فعملوا عصابة فجات لهم أسلحة ولعلنا نذكر أيام أوباما قصة الأسلحة الأمريكية التي ألقيت هي صناعة صناعة من دول كبرى وبالتحديد هي تستهدف تضبيط مصالح هذه الدول في المنطقة. طيب أستاذ خالد حنفي عايزة برضو أخذ رأي حضرتك في موضوع طالبة أسيوط يعني رؤية حضرتك وتعليقك عليه كان إيه؟ لا بص حضرتك هو دايما الـ أي بلد يعني أو مصر بالذات مستهدفة منذ يعني آلاف السنين من أيام الهكسوس وهي مستهدفة وأشكال الحرب اللي بتوجه ضد مصر بتختلف أو ضد منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وبالأخص مصر باعتبار موقعها الجغرافي المتميز وما تتميز به من استقرار والشعب المصري اللي بيبقى حريص على هدوء واستقرار البلاد وانه دايما غيور على وطنه دايما النقطه دي بتبقى بتشغل بال المصريين جميعا اللي قلبهم فعلا على بلدهم. فانا رد فعلي طبعا اندهشت يعني عارف حضرتك انا للوهله الاولى حسيت ان الموضوع متفبرك اي يعني اصل هو اي انسان عنده قدر من الذكاء البسيط جدا لو قيم المساله تقييم عقلاني وتقييم منطقي هيعرف ان دي وقع من البداية الى النهاية مفبركة وان الغرض منها يعني شحن الناس وما الى ذلك ويعني تأجيج المشاعر وما الى ذلك فبين جدا وساعد على كده يعني او كان ممكن يساعد على كده لو ما كانش تم التصدي ليها بشكل سريع. فانا بوجه تحية برضو للحكومة بشكل عام وللأجهزة المعنية بانها بتتصدى سريعا لمثل هذه الشائعات ومثل هذه الامور. في مركز اعلامي حاليا متخصص موجود جوه رئاسة مجلس الوزراء بيرد على اي حاجة الحقيقة وبشكل سريع جدا. فدي الحقيقة حاجة متميزة جدا ودي لابد انها تكون موجودة في ظل الظروف اللي بتعيشها البلاد خاصة ان مصر بتحارب الارهاب باسم او نيابة عن العالم كله الحقيقة. تمام. طيب سيادة المستشار يعني صدر بيان عن النائب العام من يومين ممكن حضرتك تقولي بالضبط تفاصيله؟ هو طبعا اتكلم عن ملاحقة ترويج الإشاعات ومروجي الإشاعات. نعم. وفعلا تم حبس الفتاة وأربعة وأيضا أستاذ جامعة الأزهر. حضرتك قولي تفاصيل البيان وفعلا هم يستحقوا ده ولا لا؟ هو طبعا الإشاعة بتاعت فتاة الأزهر دي لما طلعت زيها زي كتير من الإشاعات اللي احنا دلوقتي للأسف التوقيت اللي بتمر بيه الدولة والظروف اللي بتمر بيها الإشاعات فيها كتير ويمكن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت كمان على انتشار الإشاعات. فلما ظهرت الإشاعة بتاعت فتاة الأزهر دي كان طبيعي يكون في رد فعل رسمي من جهة زي النيابة. النائب العام كممثل للنيابة أصدر بيان في هذه الإشاعة وطلب بسرعة التحقيق في هذه الواقعة عشان المواطنين كلهم يعلموا وينتبهوا إن كان الموضوع ده حقيقة وإن كان الموضوع دوت وراء أي حاجة. البيان كان واضح وصريح من السيد النائب العام زي بيانات كتير بيطلعها في مثل الوقائع ديت. يعني الوقائع اللي زي دي لما يصدر بيان من سلطة النائب العام هو ممثل الشعب فبيؤمر بإجراء تحقيقات في هذه الواقعة عشان الحقيقة تظهر للناس ويخضع لتطبيق القانون من يثبت أنه ارتكب خطأ في حق الشعب أو روج لهذه الإشاعة وهذه القصة وهذا الموضوع. النيابة بأمر من النائب العام ستتولى التحقيق في هذه الواقعة وسيعاقب كل من روج لهذه الإشاعة وسينال عقوبته طبق القانون. وده اللي بنبغيه احنا لو احنا بنطالب بدولة قانون ودولة تطبيق قانون يبقى لازم فعلا تتدخل الجهات الرسمية في كل ما يدار حولين البلد لان مصر في هذا التوقيت فعلا مستهدفة. كم كبير من الإشاعات كم كبير من الترويج لهذه الإشاعات ومواقع التواصل للأسف الشديد الجانب السلبي زي ما الأستاذ عبد الجواد بيتكلم بيقول الناس بتروج على مواقع التواصل وبتفبرك وبتزود وبتعيد وتزيد وتطلع فيديوهات وحاجات عن الإشاعات إلى أن تصبح حقيقة. فإمتى بقى نتحقق إن كانت فعلا دي حقيقة ولا إشاعة؟
من خلال الرد السريع الرسمي من جهات رسميه زي بيان النائب العام اللي صدر في واقعه فتاه الازهر دي، فالنيابه تتولى التحقيق في هذه الواقعه. الوزراء برضو طبعا الجهات الرسميه لما تتدخل فورا عشان اشاعه زي كده ما تعملش بلبله في البلد، والناس كمان مش ناقصه يعني الاشاعات دي بتهز استقرار الدوله. وطبعا احنا عارفين ان في داخل الشعب للاسف الشديد في اهل الشر زي ما سياده الرئيس قال، مروج الاشاعات باستمرار. الهدف زعزعه استقرار هذه الدوله. في الاشاعه دايما في المهد، وطالما هي اشاعه كمان يا استاذ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الاشاعه معروف انها بتبدا وبتروج وبتنشر وبتتداول بين الناس وبيسمعوها وبيروجوها عبر مواقع التواصل وبينهم نفسهم، بس طالما ما فيش حقيقه وان هي اشاعه ففي الاخر بتنتهي وبتظهر الحقيقه. ده حال كل الاشاعات. فان لما تكون الاشاعه في بدايتها تتلقفها الجهات الرسميه زي بيان نائب العام الصادر في وقت فتاة الأزهر ده وتتولى التحقيق فيها عشان تظهر حقيقة للناس بسرعة، ده ما يجب أن يكون ضد أي إشاعة تحاول تهز استقرار هذا البلد، وده اللي هيحصل فعلا بيان النائب العام. أستاذ عبد الجواد، يعني في ناس الحقيقة كانت بتتساءل أنه محافظ أسيوط كان بيقول أن الفتاة موجودة، فقالوا يعني موجودة ورجعت الجامعة والأمور عادية، فالناس بتتساءل لو كانت الفتاة ظهرت وحتى لو بمكالمة تليفونية لأي برنامج مثلا وقالت الحقيقة كان الموضوع على طول اتقفل. الفكرة مش في فكرة انه فتاة، ما هو محدش سمى فتاة. أيوه. يعني هي الفكرة، القصة التانية كانت متعلقة بفتاة واخدة اجازة لما هم يعني لما طلبوا ان هم يقولوا اسامي فهم قالوا اسم الفتاة مش موجودة، لكن مبدأ القصة وما تعاملت معه الجزيرة والفيديو اللي اتنشر جابوا فتاة تانية خالص حضرتك خالص تماما، وطلع أخوها ونفى من أسوار عملوا قصة يعني هي الفكرة فكرة القصة كيف انطلقت وكيف تم التعامل معها، لأنه مش منطقي أبدا أنه الجزيرة يبقى عندها بعد انتشار الشائعة ما فيش بكم ساعة أنه يبقى عندهم فيديو للطالبات يعنفنا من قبل رئيس الجامعة، وأنه بعد شوية يبقى عندهم صور للسور والمدينة الجامعية وإعادة البث لمظاهرات سواء كانت حقيقية أو مش حقيقية في التوقيت ده. وثم الحديث عن أنه في أزمة كبيرة داخل جامعة الأزهر، وأنه لأنه الهدف، وخلينا نقول ليه جامعة الأزهر برضو علشان الناس تبقى مستوعبة ليه ما عملهاش في جامعة القاهرة، لأنه عطفا على حادث نيوزيلندا الناس عندها يعني جزء من الحمية إنجاز التعبير، فكرة أنه حسوا أن الإسلام مستهدف فيروح فين؟ يروح للجامعة الأقرب. ويروح فين؟ ما يروحش في القاهرة، يروح في مدينة هو بيعتبر، يعني خلينا نقول أنه أسيوط أو أزهر أسيوط من أفرع الأزهر القوية اللي ممكن تتحرك بشكل كبير جدا، والتعاطف كبير بيبقى نحو كل ما هو ديني. ويمكن الجامعات المتأسلمة ظلت يعني فترة طويلة عشرات السنين بتستغل فكرة الأقاليم والصعيد بالتحديد في الترويج لأفكارها والخدماتها. وخلينا نفتكر أنه حتى والحركات المتطرفة حتى وإن كان ظهر قادتها في المنيا، لكن تمركزهم كان في جامعة أسيوط طوال عشرات السنين. ويمكن كلنا فاكرين مرحلة الجنازير والأيام السوداء في أسيوط والرحلة اللي عملتها الدولة، وكان الأستاذ عادل إمام راح شارك بمسرحيته هناك، وكل الثقافة وجهت إلى هذه المنطقة. فالمناخ هناك أو الأرضية ينفع أن تروج فيها شائعة بهذا الحجم، خاصة إذا ما اعتمدت على إحنا بنتكلم على سوشيال ميديا، بنتكلم على مواقع تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ومواقع تابعة للدول الداعمة للإرهاب، بنتكلم كمان على 9 قنوات تلفزيون عملوا هذه القصة قضيتهم. فبالتأكيد كان هناك تأجيج للقصة بغض النظر عن فكرة الناس مش هتقعد تستوعب، ما هو التلفزيون وناس فيه ناس بسيطة كتير جدا عندها التلفزيون ده صادق. هو وسائل الإعلام بصفة عامة الصدق بيجي من وسائل الإعلام. فهي الفكرة هنا إنه ما حدث، تعاملت معه الدولة بكياسة شديدة جدا في تقديري، تحرك مركز الإعلام في مجلس الوزراء وحدة رصد الشائعات بهذا الشكل الكبير، النفي اللي عمله الأزهر، تحرك النائب العام، يعني أنا في تقديري أن ده من النماذج الناجحة التي تعاطت معها الدولة بشكل كبير جدا. وحنفتكر احنا في القصة بتاعت الانفجار الذي حدث قريبا من المطار، شفنا ان التحرك المصري السريع والاداء اللي على الارض اجهض محاولات كانت تتحدث عن انه المطار انفجر وانه حكايات ارهابية وان ما اعرفش ايه اللي حصل، لكن جات الصورة كانت مهمة جدا. ثم
النفي السريع وفكرة تحديد القصة إيه، وشفنا بعد كده ما بعد حادث الواحات شفنا المعلومة الصادقة والسريعة من قبل الحكومة، شفنا أنها كانت يعني قتلت كل الشائعات في المهد، لكن ده لن ينهي المعركة. يعني هنلاقي طول ما وإحنا بنتكلم على أنه في مثلا محليات هتيجي بعد شوية، بنتكلم على تعديلات دستورية ستعيد مجلس الشورى فهيبقى في انتخابات، طول ما في حالة الحراك السياسي دي موجودة في البلد هنلاقي أن هذا الاتجاه ينشط بشكل كبير جدا في محاولة لإرباك المشهد. لكن في الحقيقة كل هذه المحاولات بتبوء بالفشل، لأنه المواطن بقى واعي كويس جدا، ولأنه كمان الدولة أصبحت يقظة وتتحرك بعقلانية ومهنية بسرعة. طب أنا عايز أسألك سؤال، يعني أنت لما الإشاعة تطلع ما تلاقيش صدى وما تلاقيش أرض خصبة، أنت نوصل للمرحلة دي؟ أقول لحضرتك بعد إذنك. أنا وجهة نظري لما وعي الناس يكبر. يعني من كثرة الإشاعات خصوصا في الظروف اللي بتمر بيها الدولة دي، الناس خلاص تمرست على تلقي الإشاعة، وبعد فترة الإشاعة بيبان إنها إشاعة لا أساس لها من الصحة. فده بيساعد على نمو الوعي عند الناس بتلقي الحدث. يعني دلوقتي كل ما الوعي كبر عند المواطن المصري، كل ما قدر يفرق بين إن كان دي إشاعة ولا حقيقة، فهو الوعي الأساس. وسائل الإعلام لها دور بقى كبير جدا في توجيه الناس وتنمية الوعي عند الناس، زي ما هو حاصل. وأنا بشوف فعلا بعض الفضائيات كتير جدا والقنوات الفضائية بتتكلم وبتوعي الناس من الإشاعات، حتى كمان بتسرد الإشاعات مثلا في خلال شهر كم إشاعة. يمكن احنا وصلنا في شهر من الأشهر أو في يا رب في أسبوع كمان ل 312 إشاعة حسب ما نشر، إشاعات اتروجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني معدل تقريبا 50 إشاعة في اليوم. أيوه بالظبط كده. كل ساعة أربع الناس إشاعة. الناس خلاص. يعني يمكن كم من المشاهير على طول على مواقع التواصل الاجتماعي بينشر خبر وفاة زي عادل إمام ومش عارف مين ومين، وسرعان ما بيظهر إن دي إشاعة. إشاعات سياسية، إشاعات في فنية، إشاعات في كل المجالات. الإشاعات دي كلها الناس خلاص بقى عندها من الوعي دلوقتي، واعتقد ان كان في السابق اقل من كده، لكن دلوقتي الوعي كبر وبيكبر عند الناس، فتقدر تواجه الاشاعه. لازم كل الوسائل الجمعيات والدوله كلها تساهم في تنميه في توعيه الشعب بان خطوره المرحله وخطوره هذه الاشاعات. والهدف من الاشاعات اصبح ما هو واضح ومعروف، هز استقرار الدوله. هو لولا ان الدوله تسير في المسار الطبيعي الصحيح السليم ما كنتش تلاقي كم هذه الإشاعات الكبيرة. يعني حضرتك اسمعي كم الإشاعات اللي طلع مثلا على نظام بطاقات التمويل. يعني كم ضخم جدا في كل المجالات. ده حتى امتحان الطلبة في أولى ثانوي في التابلت لما حصل مشكلة في السيرفر والامتحان اتوقف، طلعت إشاعة كبيرة جدا إن الوزارة مش قادرة، وتاني يوم بعديها بيومين تم الامتحان و80 ألف دخلوا، 80 ألف طالب، وده رقم يعتبر مش صغير بالمناسبة، دخلوا على السيرفر وامتحنوا أحياء وتمت العملية بنجاح كبير. قالوا إن الوزير فشل والعملية التعليمية فشلت وأيجوا الدنيا. يعني ده كل ده، لا يعني فعلا البلد مستهدفة بشكل واضح جدا، ويجب ان المواطن نفسه يعي ويقيم كل جملة بيسمعها ويحطها في اطارها السليم. لا والغريبة كمان انه الاشاعات بتشمل كل القطاعات. انا بقول لحضرتك يعني حتى الخضار والفاكهة في السياسة والفن. اقول لحضرتك على حاجة، حتى مجال ذوي الاعاقة اللي انا بمثلهم، والله كل يوم والتاني الاقي اشاعة طالعة والناس بتكلمني. يا سيادة النائب احنا سمعنا كذا. يا جماعة ما حدش يصدق الكلام ده. لا في كذا وفي كذا وفي كذا، وبقدم لهم دلائل طبعا. يعني ده في كمان بعد اذنك سيادة النائب، يعني انا يعني احنا كلنا عندنا طبعا صفحات، معظمنا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والكلام ده كله. انا عن نفس صفحتي بطلت اكتب اي اراء سياسيه او اي اراء خاصه بالدوله. صحيح. بطلت. ليه بطلت؟ اولا بلاقي دخلاء طبعا معارضين لرايي طبعا لا عنده معلومه عن الموضوع اللي بيتكلم فيه، ولا عنده اي داتا عنه، وداخل لمجرد انه موجه او ليه فكرة معارض، وداخل يشتم بموضوعية وذوق. لا هو بيشتم بيغلط. فبطلت بقى ايه اكتب اي اراء ولا سياسية ولا ادبية ولا قانونية، ما بكتبش الكلام ده على صفحتي خالص، لان بلاقي للاسف الشديد ما هو ده وعي برضه.
دي ثقافة مجتمع. بس احنا ما نقدرش نحمل، مع احترامي طبعا لكلام حضراتكم، ما نقدرش نحمل المواطن سيف الحقيقة. عدم وعي يا فندم، مش بنحمله يا فندم اللي بيعمل ده. انا المواطن سبته في فترة طويلة جدا لمربعات الزيت والسكر. انا في تقديري انه الحل ان انت بتشتغل على الارض، وانت عملت ده، انت دلوقتي اوجدت بديلا، انت بقيت عندك مشروعات مهمة جدا. يعني انا في تقديري انه المواطن البسيط لا يصدق الا الخدمة. فانت عامل له دلوقتي، لو انت بتتكلم على الجانب الصحي، فانت عامل له 100 مليون صحة، وعامل له فيروس سي، وعامل له علاج الحالات الحرجة على مستوى الخدمة الاجتماعية، لما نشوف الوفات المسلحة والدور اللي بتلعبه مثلا في بناء الاسكان مع وزارة الاسكان والشغل الكتير ده. المواطن عندما يحصل على الخدمة ده سد مهم جدا فيما يتعلق بفكرة الشائعة. لكن كمان لابد أن تطور إعلامك بشكل حقيقي على الأرض، وأنا بتكلم هنا على الصحافة أكتر منها على التلفزيون. إحنا محتاجين نطور المحتوى، لأنه وإحنا في عصر التكنولوجيا ليس منطقيا أن تشتري جريدة لتقرأ فيها خبرا أنت قريته امبارح أو سمعته في التلفزيون. يعني لابد انه الاعلام يتطور بشكل كبير. لكن كمان فكرة الانضباط في مراحل التعليم، انا في تقديري انه احنا غيبنا هذا الانضباط بشكل كبير جدا، سواء في الثانوية العامة. يعني انت بقى عندك بعبع ثانوية عامة، وبقى عندك بعبع كي جي 2 دلوقتي، والناس بتعمل حفلات تخرج في كي جي 2. فكرة ضبط التعليم اللي بيعملها الدكتور طارق شوقي، مع احترامي طبعا لكل الناس اللي بتنتقد، لكن فكرة تطوير التعليم، ان انت بتهتم بالولد، فكرة التأسيس الاول، انت بتتكلم على التعليم بشكل اساسي، ثم بتتكلم على الثقافة، والثقافة مربع مهم جدا. احنا فكرة ان نذهب الى فكرة رجوع الاسور الثقافة لدورها الكبير جدا اللي اختفت دلوقتي. احنا عندنا السينمات بتغلق اكتر مما تفتح. يعني احنا كمان سايبين الفضاء الفني، انجاز التعبير، فكرة ضبط المادة التي تقدم من خلال الفن. لان احنا ما تقدرش تقول لولد ما تصدقش وانت بتقدم 12 فيلم سينما كلها بتدمر شخصية المصري. انت بتطلع السيدة المصرية سيئة السمعة، بتطلع الولد المصري بلطجي، ما بتطلعش النماذج الجيدة، ما بتطلعش فن يعبر بشكل حقيقي عن المجتمع. انا في تقديري هي كلها منظومة، لكن هل احنا عاملين وقفة كدولة بالنسبة لهذه القصة؟ احنا عاملين وقفة في خطة استراتيجية، احنا بنتكلم على 2030، بنتكلم على رؤية مصر، بنتكلم على التنمية المستدامة، بنتكلم على ده في كل القطاعات. وانا بتكلم على ثقافة تصنع عقلا قادرا على المواجهة، لان انا من غير ما انمي المواطن ويبقى هو خط دفاع الاول زي ما هو حاصل دلوقتي. صحيح دلوقتي القصة معمولة بالعاطفة، يعني هو المواطن بيتصدى بالعاطفة، لكن لما يتصدى بالعاطفة والعقل هتفرق كتير جدا، وهنشوف في الحقيقة نتائج كتيرة جدا. واي حد هينزل الجامعات هيعرف ان لدينا خط دفاعي قوي من الشباب. وانا باعتبار ان احنا جينا على الشباب لابد ان نوجه. ماشي رائع. بس هقطع معانا مين يا جماعه؟ بسام من القاهره. الو الو، ام بسام من القاهره. الو فقدنا الاتصال، لنرجع لحوارنا. هو بعد اذن حضرتك، يعني استاذ عبد الجواد، انت بتقول كيفيه تنميه المواطن. طيب ده دور اعلام، دور كيف ينمى المواطن. هقول لحضرتك يعني حاجه، ابسط مثال يعني مثلا مراكز الشباب اللي موجوده في جميع المحافظات في جمهوريه مصر العربيه. الشباب، قابلت شباب كتيره بيشتكوا لي انه ما فيش اهتمام بهذه المراكز، بالرغم من انه ممكن تبقى مراكز ثقافيه. لا كان ما فيش، لكن كان في دلوقتي فيه لسه، مش كل المراكز، مش كل المراكز طبعا. لكن هل في خطه؟ لما نشوف الشغل اللي بيعمله الدكتور اشرف صبحي في الحقيقه هنلاقي ان احنا شغالين على الارض بشكل قوي جدا. لو رحنا خطوتين يومين ورا هنلاقي انه اتعمل المنتدى الشباب العربي الافريقي اللي نظمه مين؟ اللي نظمه شباب البرنامج الرئاسي البي ال بي. التجربه العظيمه والرائعه واللي انتجت وقالت انه احنا عندنا شباب زي الفل يقدر يعمل كمان. دي مراكز ثقافيه. بس قبلها كان في المبادرات اللي اتعملت، يعني شباب المبادرات اللي على مستوى افريقيا، يعني حتى واحنا بنفكر لكل القاره ولكل العرب. لكن المراكز الشباب زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا خدنا وقت طويل جدا، تحولت الى مراعي وتحولت الى اهاوي وتحولت الى حاجات غريبه. في حضرتك جدا. بعض المراكز تم تدعيمها وفعلا تطورت، لكن في مراكز اخرى في مناطق نائيه لسه ما تمش تدعيمها والشباب بيشتكوا.
ما هو انت ما تقدريش يعني في الحقيقه مش هيبقى كله مره ما اقدرش انا في فتره واحده او في كام سنه. وخلي بال حضرتك احنا ما زلنا في فتره الريبه، احنا ما زلنا بنعاني من فكره الانفلات اللي حصل بشكل كبير جدا في كل المناحي. الثقافه دايما كانت واخده جانب متأخر، لكن لما نتكلم على فكرة بناء الإنسان اللي طرحها السيد الرئيس، ونتكلم على رؤية مصر 2030، احنا بنتكلم على ده. وعايز أقول إنه فكرة مراكز الشباب مع الثقافة بيحصل هذا الدمج دلوقتي في استراتيجية جديدة بتنفذ، في شغل بيتعمل على الأرض حتى في الجامعات. لما نشوف الترم الثاني ده بالتحديد احنا في شكل بيتغير لفكرة الانضباط وفكرة انه، لان احنا بنبتدي في فكرة الثقافة من المدرسة. في الحقيقة احنا اختفى عندنا حاجتين مهمين جدا في المدرسة، اختفى الملعب بتاع الكورة وحلت محله الكتل الأسمنتية، واختفت المكتبة، فكرة انه الناس تدخل المكتبة وتقرأ الكتاب وتلخصه زي ما كان بيحصل، فكرة الدرس بتاع التعبير، درس الإملاء، كل دي حاجات في الحقيقة اختفت، وكنا بنشوف انها حاجات صغيرة جدا، لكن هي دي اللي بتبني، هي فكرة العلم، فكرة تحية العلم، فكرة بناء الإنسان منذ عامه الأول داخل المدرسة. لما يوصل الجامعة انا مش هبقى محتاج ابنيه، انا لو خدته في اول 10 سنين وثقفته وعرفته اهميه الكتاب والفكره الاساسيه في فكره القراءه، لان احنا نخطئ كثيرا عندما نتحدث عن فكره ان احنا اصدرنا 100,000 كتاب او ان واحد قرا 400 كتاب، هي الفكره الاساسيه ماذا يقرا، لان في ناس بتقرا كتب عن الارهاب ما يلزمنيش هو يتحول الى ارهابي، لكن الفكره ماذا نقدم. الدولة بتعمل ده، بتعمل بنك المعرفة، بتعمل فكرة الاهتمام بالشباب بشكل حقيقي على الأرض، يمكن ناس كتير ما كانتش مصدقة. معلش التليفونات، أم بسام بالقاهرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أم بسنت مش بسام، أم بسنت. أهلا بيكي، اتفضلي. الحمد لله، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. مساء الخير على الضيف اللي معاك. الله يخليكي، اتفضلي، رأيك إيه؟ انا عايزه اتكلم على حاجه بالنسبه للشائعات دي. احنا اسرع دوله، بصي بسرعه الصاروخ الاشاعه دي بتنتشر، بس الاشاعه اساسا عندنا بتكون مرتبه وعارفينها من هي من جماعه ما بسرعه ينشروا الاخبار الكاذبه، وخاصه بقى على حاجات الغالبه اللي هي بتاعه التموين بالذات، الاسعار، الاجهزه الكهربائيه، تيجي تشتري في 12 يقول لك لا انا في واحد، لا استنى شهر اثنين، بص بقى الشهر اللي جاي ده في 4 ولا 5 هتلاقي اسعار المواد الغذائيه كله هيبدا يغلى ويقول لك لا الحاجه غليت، الحاجه مش عارفه، دي الاشاعات اللي بتاعت كل سنه بتحصل الكلام ده. احنا الاستاذ اللي كان بيتكلم دلوقتي على الثقافه، انا زمان، انا عندي 50 سنه، كنا زمان بيجيبوا لنا قصص في المدرسه كنا بنقراها. ايوه. غصبنا عننا نروح نشتريها من المكتبه ونقعد نقراها عشان نفهم القصه بتقول ايه، وكانوا بيناقشونا فيها. انا عندي بنتي في اولى جامعه لغايه وقتنا هذا ما بتجيبش كتاب ولا تعرف تمسك كتاب تقراه، وتقول عندي وقت فراغ ممكن اثقف نفسي، مع ان مجالها مجال اعلام المفروض تقرا، يبقى عندها فكره بالثقافه والكلام من ده، مش عندها صوره بال ان هي تجيب كتاب وتطلع منه ولا الحاجات دي. بصي احنا عايزين التاسيس كله زي ما هو بدا فعلا صح من البدايه الجديده اللي هي من كي جي 1 وكي جي 2 والكلام من ده. كي جي 1 وكي جي 2 قال لك يبقى احسن من اللي هيدخل حضانه تجريبي او لغات، هيبقى افضل منه. الناس متخوفه من الحاجات دي، بس البرنامج الواحد لما بيقعد يقراه ويفهم اللي هم كانوا الاعلام بيقول يتكلم عليها صح، وفعلا اللي هي بمنظومه التعليم مش هتبقى كويسه الا من الجيل اللي هو طالع كي جي 1، يعني ننتظر جيل جديد بعد 15 سنه هنشوف فرق في التعليم ونشوف. احنا عندنا اهمال في المدارس بسبب الدروس الخاصه، ما عندناش مدرس، كان زمان المدرس بتاعي لو ضربني كان ابويا يقول له اكمل عليها وخليها تتعلم، كنت احب مدرسي رغم ان هو كان يضربني. أيوة. بس كان بيضرب للمصلحه، لا كان في درس ولا كان في تاني، والله المدرس ده الله يرحمه كان مخليني متفوقه في العلوم، ماده العلوم والرياضه كنت بقفل فيهم النهايات لغايه الثانويه. ماشي، بس الحته بقى ان احنا دلوقتي ممنوع الضرب، ممنوع العنف، ماشي، بس احنا انت بديل مش عارف تسيطر على الفصل، بتسيب العيل مهمل، الاهالي مش مهتميه بصي بقى بمنظر الطالب اللي رايح المدرسه، ما فيش اليونيفورم بتاع الابتدائي اللي هو المريله العاديه اللي كنا زمان اللي هو القماش اللي هو العادي دوت والبنطلون العادي، وكنا زمان بنقول كاوتش مش كوتشي ولا حاجه. ماشي، اعملوا النظام ده حتى المدرس ينفتح للطالب، الاهمال جاي من البيت الاول والمدرس بيكمل عليه هناك. الاهالي دلوقتي عادت متفرقانه على المدرسين، بيضربوا ده بيعملوا، بصي في حاجات سلبيه وفي حاجات ايجابيه. يعني احنا ساعات ننصر الطالب
على المدرس، ممكن يكون الطالب في حد ذاته غلطان، ممكن المدرس يكون غلطان، بس في الاخر ان احنا ما نعاقبش على المدرس كسلوك عام قدام الطفل. طيب بشكرك ام بسنت. موضوع التعليم ده مهم جدا حضرتك، والله هي ام بسنت خلتني استحضر انا ايام ما كنت طالب والله، وكان كان فعلا المدرس بيأدي عمله على اكمل وجه، وكنا احنا كطلبه بنستفيد وبنطلع الاوائل، ويعني وكان في منافسه حتى ما بين الطلبه وما بين بعضها، منافسه شريفه مش منافسه حتى يعني ما فيش ضغينه او حقد او كده، يعني كان بصراحه يعني انا بكلم حضرتك عن ايام مثلا عدى عليها اكتر من 25 سنه وعمر طويل جدا، فاحنا بنتمنى ان ده يعود في اطار خطه تطوير التعليم الجديده اللي بيتبناها سياده الرئيس وبينفذها دكتور طارق شوقي، ان فعلا بدل ما الطلبه النهارده بتتوجه للسناتر وتدفع يعني واهاليهم يدفعوا دم قلبهم ودروس خصوصيه ونظام الحقيقه عقيم في العمليه التعليميه بشكل عام، لا احنا بنتمنى انه يبقى في عمليه تعليميه جاده، مدرس فعلا بيقدم فكر جديد وبيقدم ماده علميه فعلا يستفيد منها الطالب في حياته العمليه، ولما يكبر ويشتغل يبقى فعلا يتذكر المدرس ويقول الله ما يستيك بالخير يا استاذ فلان، لما المعلومه دي انا سمعتها من فلان الفلاني، انا لحد النهارده لما يعني بردد معلومه معينه بقول يا ده المعلومه دي كان الاستاذ الفلاني في السنه الفلانيه قالها لي، واخد بال حضرتك مدرسه معلمين يعني فالتعليم الحقيقه من المحاور المهمه جدا، وبما اننا بنتكلم عن الاشاعات فالتعليم مهم جدا في نطاق لان ده بينمي الفكر طبعاً. وبيخلي الطالب يقدر يميز اذا كان اللي بيتقال قدامه ده كلام مرسل وكلام متفبرك ولا حاجه فعلا حقيقيه سليمه. قرب لسه امبارح في اشاعه طلعت مثلا انه الحكومه مش هتصرف العلاوه الدوريه بتاعت العاملين بالدهب بتاعت الموظفين، جت الحكومه نفت ده فورا، يعني عارفه حضرتك يعني مجرد ما بدا يسور الكلام الحكومه بالفعل نفت هذا الموضوع، فعايز اقول انه مواجهه الاشاعات الحقيقه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها محتاج مواطن عنده وعي، محتاج اجهزه دوله صحيه وفايقه وبترد بسرعه، محتاج يعني اجهزه اعلاميه ومنظمات مجتمع مدني. الحقيقه انا شايف ان الجمعيات الاهليه عليها دور في التوعيه، شايف ان النقابات عليها دور كبير جدا جدا جدا، شايف ايضا انه وسائل الاعلام فعلا الامينه في توصيل المعلومه لابد انها بشكل برضو فوري وبشكل في مصداقيه وفي امانه في لانه اسمه وسيله اعلام، ان تعلم المتلقي بالحقيقه. ما هو المشكله انه انت بتعلم المتلقي لكن مش كله بيصدق يا استاذ خالد. ما هو دي ترجع لايه برضه؟ ايوه يعني احنا بنحاول على بقدر الامكان نعلم المتلقي لكن مش كله بيصدق. بص اقول لحضرتك حاجه، هو احنا خلينا نعترف بمشاكلنا عشان لو كنا عايزين نحل او نتقدم نعرف ايه المشكله، نعرف مشكلتنا. احنا مستوى الوعي الثقافي عند جموع شعب مصر للاسف الشديد منحدر. عشان كده بقول لحضرتك التعليم ليه؟ لان انا عندي تعليم. نسبه اميه عاليه تعليم. كمان ايوه يعني لما بنتكلم عن تنميه مواطنه زي ما تفضلت المتصله بتقول بعد 15 سنه نلاقي جيل، هيبقى جيل في جيل نبدا من دلوقتي بالظبط. لما الوزير طارق شوقي وزير التربيه والتعليم جاي ليه؟ هو جاي عشان يطور منظومه التعليم في مصر، لان معروف ان منظومه التعليم في مصر فيها كتير من العوار والمشاكل والتحديات والكلام ده كله. اتحارب وفي عراقيل قدامه وفي ناس لم تتقبل منهجه وطريقته واللي جاي يعمله، مش ده اللي حاصل؟ صحيح. طب ده وفي طابور إيه؟ خامس ده ناتج ايه؟ ناتج ايه برضه؟ مفيش ثقافه، مفيش وعي، ما تعودتش الناس للاسف الشديد، انا بقول الكلام ده على الصح. هم عاشوا في زمن او في وقت ولدت الناس افكار مغلوطه والثقافه عند الناس كانت محدوده، فلما يجي دلوقتي في الوقف التوقيت الحالي وشعار يمكن الفتره الثانيه للسيد الرئيس السيسي التعليم والصحه اللي هي الاربع سنين المده الثانيه بناء الانسان المصري التعليم والتعليم والحوارين التعليم والصحه، فاحنا عشان نلاقي فعلا جيل بعد 15 سنه متنور يكون مختلف في الفكر وفي الإدارة ويقدر يخدم هذا البلد وينهض بهذا الدولة، يبقى لازم نبدأ منظومة التعليم. منظومة التعليم بكل ما فيها من مشكلات وتحديات، في وزير دلوقتي بيحاول ان هو يعمل يعالج المشاكل والعيوب دي، فلما يصدم بالعراقيل اللي بيصدم بيها ديت يبقى ده نسميه ايه؟ نسميه الناس ما عندهاش وعي. يبقى احنا عشان نبني
مواطن مصري لا هو مش سليم. الناس بس عشان يعني هو في مافيا في التعليم ايوه يعني في كل في كل في كل في كل المنظومات يا استاذ عبد الوهاب هو المواطن خايف على ابنه يعني بص حضرتك احنا عندنا موروث برضو من الفساد الاداري ومجموعه من المنتفعين الحقيقه في اجهزه الدوله ومجموعه من الذين وزارات الامر بقول حضرتك في اجهزه الدوله انا مش ما اتكلمتش عن جهاز معين لا في كل اجهزه الدوله في مجموعه من الذين لا يريدون لهذا البلد ان تتقدم نظرا لان لهم مصالح شخصيه والخلايا النايمه طبعا وده اخطر يعني احنا عندنا كم من الخلايا لانه ليس منطقيا ان احنا نيجي في جامعه زي القاهره وفجاه كل جماعه الاخوان وطلابها ويختفوا فجاه لا هي دي تعليمات بالكمون بتظهر في وقت الازمه وهنشوف في اسيوط لما نشوف تحرك الطلبه مثلا هنعرف ان هناك خلايا نائمه لما بنشوف في حاجات بتحصل في بعض المؤسسات هو ما بقاش بيعمل منهجيته ما بقاش بيعمل الطريقه القديمه هو بتيجي تروح حضرتك مثلا في موسم الحج فيقعد يكلمك على غلاء الاسعار وازاي مصر بقت بلد غاليه جدا اللي هي فكره الفعل السلبي المباشر اللي هو بيمس عند المواطن حاجات حتى في فكره الشائعات هو بيجي على الحاجات اللي المواطن هيتاثر بيها انه الاسعار يعني مثلا في فيديوهات بتتعمل على اليوتيوب بشكل ممنهج على فكره انه الكوسه مثلا وصلت 40 جنيه فاللي عايز يصدق في الحقيقه وهي فكره انه ان احنا بنقول الحقيقه يعني مثلا لو مجلس الوزراء قال حقيقه ما في الحقيقه العاقل بيشوف ويقارن ويصدق لكن اللي مش عايز يصدق عمره ما بيصدق لكن خلينا اقول انه فكره الفكره اللي تفضل الاساتذه العظام وقالوها فكره التعليم هو في الحقيقه احنا بنشوف الاثر بعد كده بس هو المواطن ما بيبقاش عايز الاثر المواطن عايز البدايه ولما بيلاقي في بدايه صادقه في الحقيقه بيساندها بشكل كبير جدا وشفنا لو هنشوف التقديم على الفيروس سي هنشوف الطوابير اللي موجوده لانه وانا في الحقيقه لما باجي اقيس ما تقدمه الحكومه ما بقيسهوش هنا في العاصمه لان القياس في العاصمه ظالم لكن انا بروح لابعد نقطه اذا وصلت الخدمه والناس راضيه انا ما عنديش مشكله لكن الفكره الاساسيه انه حتى محاولات تشويه الخدمة لما بتبقى واصلة للمواطن المواطن بيبقى هو المدافع الأول عنها يعني لما نشوف القصة بتاعت فيروس سي هنلاقي أنه هناك كاتب كبير يعارض دائما على طول الخط أول ما خد الخدمة اتكلم بشكل كويس على هذه الخدمة وأنا في تقديري أن المسألة مسألة وقت يعني حتى فكرة الوعي بالمؤامرات الخارجية لا الناس بقت فاهمة كويس قوي دلوقتي انه قطر مثلا مش عايزة لنا اي خير انه تركيا ما بتتكلمش على مصر الا من خلال قناة عودة جماعة ارهابية لكي تتولى الحكم مرة اخرى فانا في تقديري انه المواطن في الحقيقة وعيه كبير جدا هو حائط صد كبير جدا في هذا الوطن وبقى فاهم كويس قوي وانا اذكر انه بلد زي الاقصر مثلا كان وعيهم طول السنين الماضية رغم كل الصعاب وتأثرهم بشكل كبير جدا لكن كنا بنشوف تحركهم في الحقيقة في قمة العبقرية فكرة التصدي لإرهابي ما أو, أو, أو شغل بيتعامل بشكل سلبي ضد الوطن لا أنا في تقديري أنه المواطن أصبح لديه درجة عالية من الوعي في مشاكل فيما يتعلق بالخدمات ارتفاع الأسعار لكن هو برضو كل ما بتتقدم يعني لما جه السيد الرئيس وكلم على فكرة المعاشات مثلا على سبيل المثال ده لقى صدى طيب لأن الحكومة كانت بتعارض ده فتدخل الرئيس لكن كمان فكرة تحسين الأجور الفكرة يعني التابو الكبير اللي ما كانش حد بيقرب منه احنا بنتكلم على ده لا في خدمات بتقدم يقدرها المواطن ومع كل تقديم خدمة ما هو بيحس انه البلد دي لازم يحافظ عليها ولازم ينتمي ليها بشكل أكبر مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل حوارنا في سؤال مهم بيطرح نفسه هل قانون الإرهاب وحده كافي لمكافحة الإرهاب ولا إحنا محتاجين أشياء أخرى بجانب هذا القانون أستاذ خالد لا طبعا هو القانون بيضع عقوبات وبيحدد أشكال الجريمة الإرهابية وما إلى ذلك لكن إلى جانب القانون لابد يكون في وعي مجتمعي وعي من خلال وسائل الإعلام وعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعي من خلال منظمات المجتمع المدني النقابات الجمعيات بخلاف ده برضو أيضا تدخل المشرع فيما يخص ما هو قبل العملية الإرهابية يعني احنا تدخلنا في موضوع المنشآت السياحية وفي قانون المرور
المرور فيما يخص السيارات ذات الدفع الرباعي. ده بالنسبة لمشروع القانون اللي حتى اللي احنا بنتكلم عنه. منشآت السياحية ضرورة الإخطار عن النزلاء عشان لو في نزيل بينتمي إلى جماعة إرهابية أو ما إلى ذلك. أيضا موضوع تأجير الشقق أنا شايف أن ده موضوع في غاية الأهمية. يعني لو نتذكر حادثة الضرب الأحمر اللي حدثت منذ فترة ليس بالبعيدة. لابد أنه أي مالك النهاردة يخطر قسم الشرطة. وأنا عامل مشروع قانون بهذا الخصوص. لابد من إخطار قسم الشرطة المختص. احنا ناقشناه فعلا في حلقة من الحلقات. ده كويس جدا يا فندم, لانه ده من القوانين اللي لابد انها يعني انا يعني بتمنى ان البرلمان يناقشها قريبا جدا. وفي عقوبات طبعا في حاله عدم الاخطار. فبالتالي ابقى بقدر احدد العناصر. طبعا وجود النهارده كاميرات مراقبه منتشره في الشوارع, واتمنى انها تعمم على مش بس تبقى في المنطقه المركزيه في القاهره فقط, لا يتم تعميمها, لان ده اعتقد بيساعد في رصد الجريمه او في الحد منها على الاقل. كل دي يعني اشكال من اشكال مكافحه الجريمه الارهابيه بشكل او باخر. طيب معنا عزه. منين عزه؟ عزه من القاهره. الو. ايوه مش تاخير على ضيوفك كلهم. واهلا وسهلا. مساء النور. انا مدام عزه من مدينه نصر. اهلا بيكي. والحقيقه انا يهمني جدا اشترك مع سيادتك ومع الضيوف الكرام الكبار. اتفضلي. بالنسبه طبعا دوله مشكوره تسعى للحد من ظاهرة انتشار الشائعات عن طريق طبعا قيام بعض المختصين بالتشريع وإصدار بعض تعديلات القوانين. بس أنا عايزة أستفسر, هل القوانين ما كانتش معدة لهذه الظاهرة؟ وهل إحنا طبعا إحنا بنمر بفترة حرجة جدا من عمر الوطن. هناك قوانين إحنا في انتظارها وفي الحقيقة في أمس الحاجة إليها عشان تحد من هذه الظاهرة. أنا بقى سؤالي للضيوف الحقيقة نازع القوانين زي إيه إحنا التي تحد من انتشار الشائعات الخاصة بالأسر. إحنا طبعا أنا واحدة من الحقيقة اللي وقفوا في 30/6 وساندوا الدولة بكل ما أوتيت من قوة في ثورتها ضد الفساد وضد المتأسلمين. ولكن النهاردة مين يحميني يا أستاذة جيان في حالة إطلاق بعض الشائعات عليا من الناس اللي ربما تكون بجواري في السكن, بجواري في المنطقة؟ فهنا سؤالي الحقيقة للمختص, القوانين التي تحد من ظاهرة الشائعات الخاصة بالأسر دي نشوفها ازاي؟ دي حاجة. تاني حاجة الحقيقة أنا بشوفها مهمة جدا ظاهرة الهجرة من المحافظة. وأنا هنا بسأل برضو المسؤولين في الدولة, هل أنتوا حاسيبوا هجرة المحافظات بهذه القوة إلى القاهرة حتى أصبحت بهذه الصورة؟ طبعا انتقال المحافظة أبناء المحافظات للقاهرة ده نشر العشوائية في كل شيء. كل محافظة لها طقوسها ولها عادتها وتقاليدها. فالنهاردة هجرة الناس من المحافظات خلتنا عايشين في القاهرة ما احناش عارفين سمات القاهرة ايه. طبعا ظواهر كتير جدا يعني مش بالي أكلم ستك عنها, ولكن من ضمن هذه الظواهر انتشار حراس العمارات والمنشآت الجديدة. طبعا بيجوا الأول نفرين بيبقوا 10 بعد كده بينتقلوا للقاهرة أسرة كاملة وبيجيبوا بعد كده الأقارب وأقارب الأقارب. فإحنا في ظاهرة غاية في الأهمية, انتشار العشوائية بصورة مريبة مع ظاهرة الهجرة من المحافظات. هل ممكن الحد من هذه الظاهرة؟ بشكر حضرتك أستاذ عزة. معانا عبد الله من الأقصر. ألو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا فندم. ايوه مع حضرتك اتفضل. يا اهلا وسهلا بيك وبحضره الضيوف اللي معاكي. الله يخليك اتفضل. اهلا بيك يا فندم. والله يا فندم احنا موضوع الشائعات اللي طلع لنا جديد ده. ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. سامعك كويس دلوقتي. طيب اتفضل. حضرتك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ودول مسكين الشائعات ضيعوا عيالنا وضيعوا أفكارنا وضيعوا الناس كلها. يعني مش عارفة هي ما لهمش ضوابط, ما لهمش حاجة تعملهم, ومرار الإرهاب اللي احنا قاعدين فيه الخزوق اللي زجنهونا دول. طيب شكرا. مهندسة منال من القاهرة. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي.
مساء الخير على حضرتك وعلى كل ضيوفك الكرام. أهلا بيكم. أهلا بيكي. والله الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه موضوع جميل جدا وموضوع حيوي جدا، وانا بصفتي شخصيه تويتريه يعني انا بقعد بشوف الشائعات اللي موجوده على تويتر بالهبل. كان زمان في الخمسينات والستينات والسبعينات كانت حرب الجواسيس، دلوقتي اتبدلت ما بقتش حرب الجواسيس، بقت حرب الاشاعات. حاليا دلوقتي بقت حرب الاشاعات. اولها لسه مثلا امبارح الدكتور الوزير المحترم جدا دكتور طارق شوقي، انا بحييه وبقول له كلمه واحده، يا دكتور خليك ماشي زي القطر، بص قدامك ما تبصش وراك، الاجيال اللي جايه هتشكرك، الاجيال اللي جايه هتعمل لك تاريخ، هيذكروك بافضل حاجه عندهم. لان فعلا الشخصيه دي شخصيه محترمه جدا وعايزه تعمل حاجه للبلد بجد حقيقي. سيبك من الاشاعات وامشي زي ما انت ماشي كده وكلنا معاك. من القياده بشكرك. ناخد كلمة أخيرة من ضيوفي. طيب فيما يتعلق بالشائعات، أو الأخت الكريمة لما بتصل بتقول عايزين قانون خاص بمحاربة الشائعات والكلام الأسرية حضرتك. الأسرية والشائعات بصفة عامة بقى نتكلم فيها، هي كل القوانين الوضعية الحالية يعني من ضمنها قانون الإرهاب المقترح وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية اللي على وشك الصدور برضو كلها بتتكلم. لا هو صدر، هو صدر صدر, صدر ولائحته التنفيذيه خلاص بيتم اعدامه. كل القوانين دي منصوص فيها في بنودها على بنود خاصه بمحاربه هذه الشائعات وتجريم ترويج الشائعات. كمان في بيان مؤخرا صدر من السيد المستشار النائب العام فيما يتعلق وتعليمات اللي هو كتاب دور النيابات المختصه فيما يتعلق بترويج الشائعات وتجدير السلم الاجتماعي ونشر الاشاعات بين الناس، ان تتخذ الاجراءات القانونيه فور نزول الاشاعه دي للبحث عن من هو مروج هذه الاشاعه وتقديمه للمحاكمه الجنائيه ان ثبت، لان الاشاعات دي فعلا بتهز استقرار الدوله. ده موجود البيان ده والقوانين منصوص فيها على تجريم المروج الاشاعات خصوصا قانون العقوبات، وفي عقوبات قد تصل فيها السجن اذا نتج عن هذه الاشاعات مثلا ايه اضرار في الارواح او تجدير السلم الاجتماعي او الكلام ده كله، في عقوبات شديده جدا شملت هذه القوانين. فبعدين في جرائم السب والقصف كمان ده طبعا السب والقصف دي موجوده في القانون، وجرائم اهانه العائلات والاضرار بسمعه العائلات دي من الجرائم. طيب استاذ خالد يعني كل ده هيظهر للنور امتى؟ لا ده موجود. لا انا بتكلم على قانون مكافحه الارهاب اللي احنا عاملين عليه. لا ده مجرد تعديل صغير في القانون يا فندم اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، ده تعديل. التعديل ده مهم جدا بالنسبه لنا، هيخرج للنور امتى؟ ده قرار مجلس. ده قرار المجلس يا فندم. انا أيوة. انا كلجنه تشريعيه بعد تقريري وببعته لمكتب المجلس ممثلا في رئيس المجلس الوكيل. انتوا في اي مرحله دلوقتي؟ لا هو احنا خلاص بنخلص التقرير، اللجنه انتهت من المناقشات وبيعد التقرير الان لارساله للسيد رئيس المجلس والوكيلين لتحديد موعد بالتنسيق مع اللجنه العامه لعرضه على الجلسه العامه بمجلس النواب وبدء اجراءات اصداره. يعني ممكن بعد شهر نلاقي. هو طبعا المجلس حاليا مشغول في التعديلات الدستوريه، فانا اعتقد بعد التعديلات الدستوريه ممكن يبقى في يعني مناقشه لهذا القانون ان شاء الله. طيب استاذ عبد الجواد كلمه اخيره حضرتك تحب. انا بس يعني مع احترامي طبعا للضيفه اللي اتكلمت، في الحقيقه يعني الحديث العنصري عن القادمين من الريف في الحقيقه لانه الرسول اللي جايين مش بوابين ومش بتاع، لا يعني جه احمد زويل قادم من الريف، طه حسين، لا هي بتك والابنودي صناعه العشوائيات، هي الفكره كلها. انا بتكلم، لا هي انا فهمت قصدها، هي بتتكلم على تكدس القاهره يا فندم. هيفضل ده الى ان تنتهي قصه المركزيه، لان انا عمري ما هبقى يعني انا يعني هي ما غلطتش فيهم، هي بس بتقول تكدس القاهره. لا هم عملوا العشوائيات، اصل ده حديث قيل مرارا وتكرارا، بس اللي انا عايز اقوله انه فكره المركزيه ان تستاثر العاصمه بكل الاشياء هو ده اللي عامل الازمه. علشان كده هنشوف انه الدوله الان بتعمل ايه، بتعمل طرق في كل الحتت، بتعمل مشاريع في كل الحتت. انا ما اقدرش اقول لواحد دستوريا لا تنتقل من محافظه الى اخرى طالما هو شايف ان اكله عيشه هنا، لكن انا اقدر اعمل له الخدمات وهو ده اللي بيحصل، ان يتلقى الخدمه كما في القاهره، انه يحصل على وظيفه كما في القاهره، فده هو ده اللي بيمنع في الحياه. لكن هرجع تاني لقصه الشائعات في الحقيقه، وخليني ادخل في قصه الاعلام. يمكن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الاسبوعين اللي فاتوا بالتحديد هناك كم كبير جدا من القرارات التي تحمي الاسره المصريه، القيم المجتمعيه والحياه الشخصيه بشكل خاص،
كل البرامج التي تعرضت إلى الحياة الشخصية بشكل غير حقيقي واتهمت وأطلقت أكاذيب تم التعامل معها بالوقف والإجراءات التي كفلها القانون كحق أصيل للمجلس. وفي توسع كبير جدا في هذا الجانب لأنه في انفلات في الحياة في القصة، لأنه الناس بتعتبر أنه الفيسبوك ده ما هوش جريمة، أن أنا أشتم حد على فيسبوك مش جريمة، أن أنا أنشر صورته لا، هو في الحقيقة كل ما يمثل جريمة على الأرض يمثل جريمة في الفضاء الإلكتروني. يمكن دي الحقائق الغائبة عن الناس، لكن في ناس كتير جدا بتتعرض لها، سواء بتقدم بلاغات سواء في الداخلية أو في مباحث الاتصالات أو في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو حتى في الصحف نفسها إذا ما شعرت أن هناك شيئا استهدفها. كل ده في الحقيقة ماشي بشكل متصاعد بحيث يضمن ويكفل الحرية الشخصية للمواطنين وحماية حياتهم الخاصة. بشكركم، بشكر سيادة النائب الأستاذ خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، سيادة المستشار مؤمن العقيلي المحامي بالنقد والدستورية العليا. شكرا يا فندم. أستاذ عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. طبعا احنا بنتمنى انه التعديلات اللي هتدخل على قانون مكافحة الإرهاب تصدر سريعا إلى النور، لأنه إحنا في تصاعد كل أسبوع بنلاقي حاجات جديدة بتحصل سواء مباشرة أو غير مباشرة، إشاعات بتطلع هي في النهاية نوع من أنواع الحرب. إحنا في انتظار هذه القوانين. شكرا وإلى اللقاء.